انا اتمنى ان انا اخد المداخله. وفي الحقيقه اكبر ان طول الوقت بيبقى فيه مراهنات، المنافسه مقبوله، لازم تنافس. او معانا تاني النجم وائل جسار. مساء الخير. مساء الفل يا مدام نهال، منورني ومشرفني. ربنا يخليك يا حبيبتي، تحياتي ليكي ولصدى البلد لكل شعب مصر الغالي. انت اللي منورنا فعلا حقيقي، حضرتك ترند وترند خارج عن المألوف لان ده مش طباعك، ولكن هو زهرة النجمة الجميلة اسماء جلال. وبعد نجاح عملته في اولاد رزق ورهان كسبته، قالت ان حضرتك فتى احلامها، وقالت هو تقريبا احنا اكتشفنا بقى بعد الفيديو ان انت حضرتك فتى احلام فتيات المجتمع العربي. شايف ده ازاي بهدوءك؟ انا عايزه اقول لحضرتك احنا، انا فرحت جدا. هقول لحضرتك ليه؟ لان حضرتك لا تحيد يعني بنفس صفات الرجل اللي يعني حضرتك عمرك ما فتحت زراير بنطلون، ما لبستش خلخال، ما لبستش حلق، ما عملتش حاجه في شعرك. فحضرتك يعني انا والله فرحت قوي. اتفضل، شفت ده ازاي؟ ربنا يخليك. على كل حال اسماء جلال يعني اتكلمت بعفوية لا مثيل لها، وبعدين هي تلقائية. طبعا بعدين فعلا. قالت هي كانت صغيرة، واللي حصل في بعد الحفلة صراحة أنا مش فاكر. يعني أنت تعرفي الفنان ليه معجبات ومعجبين كتير، لما يخلص بيجوا عشان يتصوروا طبعا معاه، بس ما بيركزش قوي على كل حد يعني. أسماء أنا عايز أشكرها من كل قلبي على حبها ليا ولأعمالي الفنية. أنا بتمنى لها كل خير، وإن شاء الله يا رب دايما تبهرنا بأعمالها اللي بعد. يعني أولاد رزق تحسيها هي نجمة كبيرة إن شاء الله هتبقى. بإذن الله. فربنا يوفقها في حياتها ويكون تستاهل، هي ابن حلال يعني يستاهلها، لأنها تستاهل كل خير صراحة. وأنا فوجئت بالكلام يعني، وكان أول مرة بسمعه. ايوه، وهي قالت لقيتك تتجوزني. هي قالت مع منى الشاذلي، قالت يا ريت ما يعرفش الكلام ده. بس بالعكس بالعكس، انا يعني حبيت ثقتها بنفسها، حبيت انه هي بتواجه وبتقول كل حاجه هي يمكن حاسه بيها ومن قلبها. قليل جدا اللي بيتكلموا كده يعني صح، صراحه. حقيقي حقيقي فعلا. لو هتكلم مع حضرتك بعد الواقعة دي، غالبا لفتت نظري لحاجة. زوجة في البيت لحضرتك، محبة ليك جدا، عشرة طويلة ما شاء الله، ربنا يديمها عليك. ربنا يخليك. بتتعامل معاها ازاي في واقع الغيرة؟ ما هي لازم هتغير، هي لازم والله هتغير. صراحة قول لي بقى. يعني من باب المزاح هي قالت لي البنت حلوة، فخلاص ما فيش مشاكل، تجيبها درة عادي. ايوه، هي الست واثقه في نفسها، فحبت يعني تقول لك يعني شوف انت بقى، عايزه تسمع منك انت بقى. كان رد حضرتك ايه بقى؟ فقلت لها انا عندي انت بالدنيا كلها يعني، الله. بنضحك يعني. طبعا طبعا. وبعدين هي متفهمة لأن جوزها يعني فنان في لي معجبات ومعجبين وإلى آخره، عشان كده وعندها ثقة بجوزها، وعندها ثقة بنفسها إنه هو اختارني من بين ملايين أكيد البنات. أكيد أكيد. فعشان كده يعني هي متعاونة رائعة في وجميلة ربنا وجميلة. يخليك. ربنا يا رب يجعلكوا دايما في سعادة. ربنا يحفظك. هي موسم الصيف. متفهمة لكل الأمور دي. طبعا ده ذكاء. يعني حصل معايا حاجات يمكن أكتر من كده. احكي لي موقف ما بتنساهوش ابدا. كانت هي مثلا تكون سهرانة في حفلتي ويطلعوا يبوسوني ويغمروني وكده، فده يعني ده العادي بتاع كل فنان محبوب وليه معجبين ومعجبات يعني.
لو هكلم حضرتك ان موسم الصيف دخل علينا وبيبقى فيه انتعاش وحفلات اكتر، هنشوفك في حفلات بقى يلا عندنا في مصر هنا في العالمين والساحل الشمالي يوم 11 يعني بعد يومين ان شاء الله، ان شاء الله تنورنا، هكون في الساحل باذن الله ان شاء الله تنورنا، الجو عندنا ربنا جميل. ربنا هتشارك في يخليك. موسم الرياض؟ انا ما اقدرش يعني يجي الصيف وما اكونش في مصر الحبيبه يعني وشعب مصر احنا الغالي، بنحبك جدا يا استاذ وائل وانا كمان ونحترمك والله جدا العظيم جدا. يعني انا دايما بقول حاجه انه مصر ليها بعد الله سبحانه وتعالى دور كبير في نجاحي في كل الوطن العربي. ان شاء الله ان شاء الله تستمر تلك النجاحات لاكثر واكثر من الازدهار. يا ربنا يخليك هنشوفك في موسم الرياض برضو. بإذن الله أكيد، يعني بإذن الله. أنا شرف لي أكون كمان في موسم الرياض، ومن خلالك لازم نشكر بنش مارك ولازم نشكر المستشار تركي آل الشيخ اللي بيبهرنا في هذه المهرجانات اللي فيها كمية فنانين كلنا بنحترمهم بنقدرهم وبيقدموا فرح للشعب السعودي والشعب العربي كله. من وجهة نظر حضرتك ايه اللي يميز موسم الرياض خلاه في الصدارة كده في كاس بينافس مواسم كتير في الوطن العربي؟ والله بصي يعني التيم كله بيشتغل صح، يعني ما فيش حد، كل واحد بيلعب دور جامد، والرأس الكبير هو زبدك المفكر وبيدي الأفكار للشباب بتوعه وهم الشباب اللي بينفذوا، فكلهم ربنا يديهم الصحة والعافية بيقدموا لنا حاجات مبهرة. يعني أنا بشوف يعني زي ما بيقولوا مهرجانات الرياض أو موسم الرياض أو موسم جدة، بشوفهم يمكن أصبحنا في العالمية، يعني زي ما بتقولي إنه دي حفلة عملاها بيونسي أو شاكيرا أو ويتني أو هيوستن. شاكيرا أو أيوة يعني جدا في تعب في تركيز، فربنا يوفقهم ويبقوا دايما يقدموا لنا كده أعمال وكده مهرجانات ومواسم ناجحة إن شاء الله. إن شاء الله. بتكلم عن حضرتك عن أكيد قريت ده في المواقع الإلكترونية، الأزمة اللي تعرضت لها شيرين مؤخرا. نعم حضرتك كتبت لها رسالة مؤثرة قوي، قلت فيها صحيح ما نتمناش ولا لحظة إن إحنا نشوفك كده وبهذا الشكل، أنت قوية وإن شاء الله أكيد ترجعي لجمهورك بأمان. شفت أكيد، ده إزاي إحنا خلاك تتفاعل كده؟ كلنا مع شيرين نحن نعرفها، وأنا بالذات عن كثب عرفتها وعرفت قد إيه هي قوية وقد إيه هي عندها غير على فنها إنها تقدم أجمل الأعمال. كل إنسان منا في الحياة معرض إنه يضعف شوية، لكن الضعف لازم يقويه بالمرة الثانية، لازم يقويه، لازم يحس إنه أنا أصبحت أقوى من ما قبل. فأنا عايزها تبقى كده. شيرين متعودين عليها إنسانة قوية، إنسانة يمكن بتحارب الدنيا كلها عشان فنها يفضل موجود ويفضل لكل الأجيال القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. فأنا بتمنى لها إنه ترجع زي الأول وأحسن بإذن الله، وهي قادرة على أن ترجع وبقوة بإذن الله وتعدي هذه الغيمة السوداء اللي مرأة فيها على خير،
ترجع لنا بالسلامة يا رب بإذن الله إن شاء الله. مين شايفه من الشعراء الحاليين اللي لسه اسمهم بدأ يعني مش بقاله سنوات طويلة جدا ولكن هو بدأ يتربع ويتوج اسمه حاليا؟ والله أنا ما بحبش أذكر أسماء لأنه في كتير شعراء بيشتغلوا على نفسهم وبيقدموا شعر جميل، وأنا من النوع أنا من الفنانين اللي أنا ما بشوفش الاسم، أنا بشوف الكلمة الحلوة وبس خلاص، بعدين بعرف مين اللي كاتب. المهم أنا عندي إنه الكلمة تكون حلوة ومؤثرة بالناس وتوصل للناس بصدق، ده الأهم عندي. يعني ما في شاعر كده وائل جسار قال أنا مراهن على الشاعر ده ولقيته فعلا كان قد رهانك؟ أنت عايز تزعليني مع الشعراء ولا إيه؟ أبدا. لكن بيبقى لك يمكن بيبقى لكل فنان ليه طريق، بيبقى له كلمة بيسمعها بتأثر فيه، فأنت أكيد قلت في وقت من الأوقات الشاعر ده كلمته أثرت قوي، فانت راهنت بينك وبين نفسك خلاص هطلع من السؤال ده، مش هخسرك الشعراء هسيبه. ولكن هسأل سؤال، الاغاني الاقرب لقلبك دلوقتي، في اغاني معلقه معاك دلوقتي، الحاله الاقرب ليك؟ والله بصي يعني مؤخرا قدمت كل وعد لسه لغايه دلوقتي بتحقق نجاحات، والفيديو كليب كان رائع مش طبيعيه، والكليب الحمد لله يعني كانت فكره جميله انا ومراتي، وكانت فكرتها صراحه لا كان رائع. احييكوا. احنا داخلين على ال 45 مليون فانا اشكر كل الناس اللي يعني حبوا الاغنيه، وفي كمان اغاني كتير زي ما تفضلتي وقلتي في اول في مقدمتك خليني ذكرى وغريب الناس طبعا ونخبي ليه، يعني الحمد لله لو بتبصي على الريبرتوار اللي قدمته انا في مسيرتي الفنيه هتلاقيه، يعني عيب الواحد يتكلم عن نفسه، ولكن انا اقدر اقول انه مشرف ريبرتواري الفني في الوطن العربي. إن شاء الله حضرتك قريب تبقى ضيفنا ونستمتع بكل الأغاني الجميلة دي. أتشرف يا حبيبتي. ده شرف لينا، الشرف لينا. نورتيني فنان خلوق.